على كل الأحوال للمزيد من التفاصيل بشأن القفزة اللي احنا شايفينها في هذه الأرقام، ينضم لينا هاتفيا دكتور إسلام عنان، محاضر اقتصاديات الدواء وعلم انتشار الأوبئة. صباح الخير دكتور إسلام. صباح الخير أستاذة هبة وكل مشاهدين دي ام سي. أهلا بيك. بداية، تفسيرك لهذه القفزة، وهل إحنا بنطرق أبواب الخطر ولا دي ما زلنا يعني بنقول إن هي في إطار السيناريوهات المتوقعة؟ هو الفترة اللي فاتت للأسف الأرقام للإصابات المشخصة بقى أعلى من السيناريو الآمن اللي إحنا كنا دايماً بنتكلم عليه من الشهر اللي فات. احنا كنا دايما بنقول قبل رمضان القفزة بسبب الزحام اللي حصل سمعت في اول اسبوع وتاني اسبوع من رمضان في متوسط ارقام وصلنا ل 500. للاسف مؤشرات نزول الناس للشارع لسه عاليه، يعني احنا بنراقب على جوجل مابس الريبورت اللي بتطلع، حتى الان الناس مش ملتزمه باللعاب في البيت، الزحمه متواصله. الاسبوع ده بالذات عشان العيد ومستلزمات العيد ابتدت الناس تنزل اكتر كمان من الاسبوع اللي فات. للاسف احنا هنشوف مردود ده لو الناس استمرت في النزول بعد العيد باسبوع، فاحنا هنلاقي قفزه ثانيه لو الناس ما التزمتش في العيد. طب اذا وضعنا في الانتشار، يعني عفوا لمقاطعتك، ولكن اذا وضعنا في الاعتبار موضوع المتتاليه العدديه والنظريه الاسيه بهذا القدر من الارقام، احنا حاليا بنبص على الحاجتين، الاصابات المشخصه اللي احنا وصلنا 13500 تقريبا الاجمالي الاجمالي. الحالتين في الاصابات لسه احنا في تصاعد غير اسطي الحمد لله، تصاعد افقي، ولكن احنا على شفا ان احنا نقفز قفزه اسطيه، ده اللي احنا مش محتاجين. لو الزحام فضل زي ما هو، لو عدم ارتداء كمامات، معدل الاصابه اللي هو الار نوت الار زيرو دوت ابتدى يعلى تاني، احنا هنضطر نلاقي سيناريو ان احنا نقفل الشهر على 20000 حاله تقريبا. وصل كام الار زيرو؟ وصل كام؟ احنا تقريبا في حدود 150، يعني لما الناس بتنزل، يعني مثلا المناظر زي مثلا العتبه والمناظر الزحمه، الشخص الواحد ممكن يعدي ده 150 معدل عالي جدا جدا جدا. احنا بنتكلم ان الدول بتحاول توصل لار زيرو اقل من واحد. ألمانيا، لبنان، خلينا ما نروحش بعيد حتى في أوروبا، لبنان، الأردن، الإمارات، السعودية، الناس دي كلها. طب خليني أسألك برضو، أنت أشرت لإجمالي عدد الإصابات يا دكتور إسلام، طيب هل نسب الشفاء بالنسبة لنا معدل كويس؟ حاليا في حدود 28%، النسبة دي ثابتة على مدار الشهر اللي فات. نعم، هي نسبة جيدة. احنا بنتكلم ان قصاد كل متوفي في كام واحد متعافي، ده النسبة اللي احنا دايما بنبص لها. فاحنا حاليا في حدود 4 قصاد كل متوفي. دي نسبة جيدة. الوفيات برضو احنا ما وصلناش لتصاعد أسري، احنا حاليا برضو في حدود 660، واحنا قلنا مش عايزين نزيد عن 750 حالة وفاة. احنا ابتدينا نبقى على آخر هذا المنحنى، مش عايزين نعلى عن المنحنى ده ونكسر ال 750 آخر الشهر بإذن الله. لو قفلنا 750 في امل ان احنا الكيرف بتاعنا يخلص على اول الشهر اللي جاي ويبتدي الارقام تقل ونخلص من ان شاء الله الموجه الاولى في خلال شهر ونص من دلوقتي. سؤال اخير وسريع جدا يا دكتور اسلام عشان وقتنا، محتاجين ايه الفتره اللي جايه؟ الالتزام بموضوع الكمامه حتى لو كانت كمامه قماش اللي هتمنع ان الرذاذ ينتقل من شخص مصاب لشخص سليم. محتاجين ان احنا ما ننزلش من البيت للضروره. محتاجين اي حد عرضه لان هو الاصابه والوفيات زي كبار السن، الناس اللي عندهم مشاكل وامراض مزمنه، الناس الاميونو كومبرمايز عندهم مشاكل في المناعه، ما ينزلوش باذن الله في العيد. الفتره الجايه هنزور اهالينا كتير وطبعا هم بيوحشونا، محتاجين لسه نلتزم بالمسافه 2 متر والتباعد الاجتماعي على قد ما نقدر. معلش نستحمل الفتره اللي جايه عشان نعرف ان شاء الله نعيد السنه الجايه باذن الله يا رب. ياه، احنا بنتكلم على السنة طيبين. اللي جاية. كل سنة وانت طيب دكتور إسلام عنان، محاضر اقتصاديات الدواء وعلم انتشار الأبوية، كل الشكر ليك على هذه الإفادة. محتاجين يا جماعة نكون يقظين جدا الفترة اللي جاية، محتاجين نحافظ على نفسنا وعلى كل اللي حوالينا عشان ما نلاقيش قفزات أكتر زي ما دكتور إسلام شرح لنا بالتفصيل. يعني دكتور إسلام متخصص في عمل الإحصاءات الخاصة بالمنحنيات الخاصة بالدول وعلى مستوى العالم مش في مصر بس، فاحنا بنتكلم يا جماعة إنه احنا
في دروس قدامنا في الدول الاخرى محتاجين ان احنا نضعها في عين الاعتبار. ما ينفعش ان كل حاجه احنا بنشوفها تبقى قدامنا بتمر مرور الكرام. وعدنا يا جماعه هو ان احنا نكون اصحاء، مش اي حاجه تانيه، مش فكره ان احنا نجيب كحك وبيتي فور. يا رب يسلمنا جميعا ان شاء الله. ولكن يا جماعه مش بالقول، والناس اللي بتخطط انها تنزل وتعمل تجمعات في العيد والله ما وقته.